كيف تبرر أنقرة هذه المرة قصفها لمطار عربد في السليمانية على الأراضي العراقية، خاصة بعد التأكيدات العراقية بأن دخول المسيرة المنفذة لهذه الضربات أو الهجوم هي جاءت من الأراضي التركية أو الأجواء التركية، ولماذا لم يتم التنسيق مسبقا في حال وجود أهداف مطلوبة لأنقرة على الأراضي العراقية؟ تفضل حضرتك. مساء الخير، تحية لكم مساء المشاهدين. بداية، هنالك النوايا ورغبات جادة مشتركة بين كل من الحكومة التركية والحكومة العراقية في ضرورة أن يكون هنالك الضحض لأي تهديدات إرهابية تعصف بالمنطقة، وأعني هنا التهديدات التي تأتي من قبل حزب العمال الكردستاني الذي يعتبر هو منظمة إرهابية تهدد الأمن القومي التركي، وكان هنالك تفاهمات بهذا الشأن آخرها عند زيارة الرئيس وزير الخارجية التركي حاكان فيدان، وتم التوافق على هذا الخصوص. هنالك تهديدات واضحة، ما تم استهدافه هو مجموعة تابعة لحزب عمال الكردستاني. القصف جاء على خلفية تواجد هذه الخلايا التابعة لحزب عمال الكردستاني، واستهدفت بعد معلومات استخباراتية واضحة المعالم. لذلك الهدف هو هدف مشترك، والتوافق توافق مشترك، وبالتالي ليس هنالك لا علاقة له باستهداف أهداف مدنية، وليس له علاقة باعتداء دولة على دولة أخرى، وإنما هذا هو ما تم الاتفاق عليه في الكثير من اللقاءات السابقة بضرورة مكافحة هذه المجموعة الإرهابية PKK التي تهدد الأمن القومي التركي وتهدد أيضا الأمن العراقي.